للناس اللي عايزين يعملوا ميك اب زي المحترفين. دوان منزل لنا الشهر ده مجموعة جديدة هتساعدنا نعمل ميك اب المحترفين. 3 ألوان برايمر جداد بنستخدمهم قبل استخدام كريم الأساس. البرايمر الأبيض بستخدمه لو أنا بشرتي فيها لمعة جامدة أو لو بشرتي دهنية، وكمان عشان يقلل مسام البشرة الواسعة. أما البرايمر الأخضر فبنستخدمه علشان نقلل احمرار البشرة أو نوحد لون البشرة. والبرايمر اللي لونه بيتش أو خوخي ده بنستخدمه مخصوص عشان ندي إشراقة ونضارة للبشرة، وده مخصوص للناس اللي بشرتهم فيها إصفرار. وبعد ما بخلص الميك اب بتاعي وعلشان أثبته بستخدم الفيس ميست، وده مثبت للميك اب. لازم أرج الإزازة الأول قبل ما أستخدمها، بغمض عينيا بوجهها على البشرة وبرش على البشرة، وده هيثبت لي الميك اب فترة طويلة جدا. لو عايزة تعملي ميك اب زي المحترفين جربي مجموعة البرو برايمر الجديدة.